بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جمعتو بكيو يلا فايل سنيه لنبي عليه الصلاة والسلام صلاة كي نغينا يلا كالو تنقاه سرنه قمدلو إني نفسي كيسي ندك سيس وما الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة. صلاة أكسلان قحسانه نوعدي تويا صلاة كهن عنا لا أبانهن أذكاراي كادكو ذكري أبانان كني ذكري كي كان عدقين نحكا سيسي اسبام منغو متماتاي سين كيسي سين مركيني مصبتها سين فوح السلطما كسيسي تتبناهاي و كسيسي لي ذكري صلاة اكسلان غحسانهن وعدي فردي كون صلاة اكفرد صلاة اكسلان غحسانهن وعدي عاق عاقسانهن أذكاراي. وكيف تقال سر تيانانا جهر تيانا أيهما أفضل كادو سر تيانم نم إسيدة غرادة تيام تايسينا دونغولو فايها كرحوك إيانا تايسينا توكو علماء انتهت نمي تنكا سيسيو. يقول الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه إيامها مسلمين فرمروا با إياما إلى من يراه من المسلمين مسلمين تكتابي تفرموا يبليه يمروا وفقكم الله أو وفقهم الله يلي كن يوفقي تايسيت نمتي يلي سيك إحنا نبيك تايدت نمتي يلي سينكو باهي وزادكم من العلم والإيمان علمي كي إيمان يلي سينه سيسي آمين إياه يلي كه رحمة إكاهنا ننقادو أسوك ساكو ربي مصبت تو عدي أسوك روباه أنفرمو إني قفته تنهيكا إيامها عمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفرمو قفته تمرو مسلمين يلي السلامة تيدو وكي رحمة لي سين التنايا بركة لي يا سين التناي. أما بعد وهو قمدلا فيسرني يورف هيتما أن أذكر إخواني في الله أن نتوبك كسيسم رف وهيتا إيا نتوبك ينسين كسيسما رف وهيتا محاي سين كسيسم في الله ينسبتها يلي سبتها سين الدكسيسم محاي سنك النم أن السنة أن يقول المسلم بعد كل فريضة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا إمام تكي منفرد دبك صلاة تكي ونهينا ما إمام دار الصلاة تحت مأمومين تكون يا سين كسيسم يلي فرمت السنة كنم سينه بدا عسما رف يهيتا محايا نماي صلاة سلام اللي حسينيه ننكلي إمامو دار اللي أمر ودبك من مو سنة ننتو عدي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات سيدي حدا تما نبي السنة يلي فرمت حبوا كنيه اللي تامنا ما تامنا نادقه إنا إجنه يانا مخنا نادقه لكن صلاة سلام قحسنا أنا وعد وفك سنا أو أي تلفون الفرمو يهرو به إيو واقع أنك قتيان كايا أنا من فكرة بيوك نوع إجده لنون نادقه لكن أذكري محب الله أنا إنا هيا إنك فبها ونعمة أرحوا إنكي كسنا مفردين دائما كسيسي تعليم للجاهل وتذكير للناس كسيسا كايا ما تم إجمان سوكك بريتوي يا ديغن سوكي كسيسون كسيتو حتى يا بنو مو اس كسيسا اسك لكلاتا بهتن متدت بسم تو هو كلا كلمه حيانا اللهم انت السلام تو سلام اي ربو اسمه سلام يلي سلام السلام من اسماء الله الحسنى ومنك السلام قاد تو سايكهت حمر سلام لم عافيتك يلونا امنك يلونا امانتك كل مك سلامه تبتي تمريك كوكيان تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم توقع مدلته إمامك سكتكي ينصرف إلى الناس سننفع يفكون تاكودك مراعا كبلك كم بلفكونك مراعا سيدي حتى استغفار ربي تدعى أبيك مدلول سهدفنا يفكوني إن كان إماما إمام سكتكي توعد سهدفا يفكوني ويستقبلهم بوجهه فوحة سنامة راعكادو قناه مراعا توي ني إمام توي اللين إنك فوحة سنامة راعا من قوم أئمتك تنبوليمي أي زكرة عطا ما أبو أنا وما يزن بكدكني
تبري مي أرجع ما يوم ما دبنا هرا عنا مينيا وأن يستقبلهم بوجهه يا شيخي فوحة فوحة تنا كين ترى عن فدين تا فنا إمام اللي نمي إنك تا مسلمين جدلي فوحة كين ترى عن فدين تا إيه طيب ثم يقول تو قمد الإيا هو إمام كنك إمام إيا وغيره من المأمومين مأمومين هي مري إيانا كادو وهكذا المنفرد دبك أنهم كادوك دبك صلاتهم إيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله يا نما يرب حقه عبدين أمتاً كوكسا ديد الله يعبدين من قه سهد إسي نفسي تعبده إسي نفسي لا عبادك رعانه دي يعبدين أعبد ويها نمتاً لكن كل ديد الله لكن حقه عبدين يرب كوه إيا نما وحده دبك لا شريك له أقليت الدمنتو له الملك مطلق الملك إن كيت الريدة الدنيا خيرها ريدة لنكوي ربه وله الحمد فإلى لنكوي ربه إكوي تهلتو إيام وهو على كل شيء قدير أمان من ضد له سيدي حمري إن كهي توق لك المحيا لا حول ولا قوة إلا بالله سلا تتا ننقله أدان يك وعدي هيا على الصلاة هيا على فلاحي أو وعدي مشروعك تنمي لا حول ولا قوة إلا بالله يا نما معناها أنه إذن ما تمال من نقو حيل من نقوي ربه نفق نتكو باهي الصلاة هما تنمي يعني ما الصلاة قبل لك لني كلي كادو حول نحولهن نقوتهن يربو أكهبنا مكانك وقولا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله رب حقك حقي عبدين كوكس متن ولا نعبد إلا إياه كوكس عبد منو يربو له النعمة وله الفضل نعمة لنكوي نامو الحند لنكو إيانا وله الثناء الحسن معفى إلى لتو يربو حكيك لتفايلة حكي ستة فايلة لتو ننكو طبنا يبوا هنا أتو إكو تهلتو يعني. لا إله إلا الله عقسه كادو يلي هن كتينو عقسه مخلصين له الدين كوها بنهنا عبادة تغليك وخمها أنو يربو نويسو من تنك حبا يعني من دعا توعي ولو كره الكافرون كوحي نهي أمريان عبوا يا أتو أقلي تمنتو ننو دين كوح أقلسنا نلحند لنكو يربو فايلة لنكو إيانم إيانم فدين سيدي حمرينكي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا توق لك المحيا اللهم لا مانع لما أعطيت يربو أتتحيه تنمي واسند الدمة واسند الدمة متن. لا مانع لما أعطيت أتتحيه تنمي واسمة ولا معطي لما منعت أتواسيه تنمي كادو كوكي يعايته أكاكوا السمرة تحند الدمة أتوكا فدمي فدمرة تقيت ما أتوكا كوا السمرة دبعة و تو مري توق بلاي سيتح نمكيني مبكو سكوك ولا ينفع ذا الجد منك الجد كادو حظي نصيب له قد دالي قد دي عافيات قد ديالو مالي قد ديالو دالي قد فدمي يالا إما يكوك ما قد ديتا أتوكاه تحيمي لمي أسلاناي وهو بقولو فرق راعا كوك الدقا حق مري الدنيا أخيرا كوك الدقا حق مري بارو لنكو عرى لنكو أخيرا لنكو الدنيا لنكو أما نعسو لنكو توي قبط لنعسوي طلوا ننكادو ونال هايتنكوي وتو قبالك خايتنمو غير نمهن نمي كوك الدقا حق مري إنكينا تملي يهي من باب أولى يعني الدحلة ويقول تهما أمان كون وقت صلاة الإيانما مغرب كي سبحي صلاة زيادة لي ويقول بعد صلاة المغرب والفجر سبحي صلاة كي مغرب صلاة لا برسلي قصتنا الدها آور رأيته تنمي الدي أبني إندي حيا وعدي قصيصه محيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت من نسعد دنكوي ربه وهو على كل شيء قدير أماني من الدد لتوي ربه إيانا ما 10 مرات تبنى الدياهي بعد المغرب وبعد الفجر سبحي صلاة كي مغرب صلاة كلك لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات تبنى الدياه أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الترغيب والترهيب صحيح ككيه تبند مغرب كي سبحي لك العقسة مدعا ثم بعد ذلك توق مدلو يقول إياه كهنا عرقنها تجد قدسة وعدي سبحان الله والحمد لله والله أكبر إيانا ما 33 كل تيك حتى يبلغ من جميعهن 33 كل تيكا سبحان الله إيانا مصدون كسدي حداي والحمد لله إيانا مصدون كسدي حداي والله أكبر إيانا مصدون كسدي حدا إيا أمان فردك لكل
ويقول تمام المئة بول كاهتك هو هاي توعدته هو سجلت من كيس قال مئة ذكر بول قدوسي أنا ماي بول كاهتك هو الدس السماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إيانا ما الدعجسا نكدا. طيب والسنة للإمام والمنفرد والمأمون سنة تنمي كادو إمام يكاي درلي أمرا تكاي دبك بنون تكايا سنة تنمي أذكر أباها وعدي سر تبمهن الجهر بهذه الأذكار بعد كل صلاة فريضة أمان فردي صلاته لك لا سنة لك هنمي بل سرك فردي لك لا جهره يم دنقل في الدهم إزعاج له تم فيهن يا إسد دي ويسوب بها إيان إن لا إيام أو كيد عليم مريكادو أو صلاة هم يتمري صلاة كي يعمل لك كي يعدين إنال لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يما يلي فرمويته وقت لي صلاة كي يعيني من الله دوخن نمي ذكر نبي فيها كنه صلاة لك ذكر الله دوخن نمي صلاة قبا كلم تن الله دوخن نمي علماء يرمي أن هي وعدي ابن عباس صلاتك قبك لين ذكر لاروك إن هي وعدي صلاتك من النام حاي يانم يا بمر التماتين بحتها هي علماء يرمي وسوق عندوك برا هي وعدي بسوقته ورو يا فلد جيرانه هنا وعدي مسجد صلاتك في المريا وعهتا قدر صلاتك قبك لين هنا يان يا أنا من لاروك إن هي ذكر فيها أنا ما هيين عليه تون هنا يا عندك كسلة بك يني كسلم رفوحات غحا عندانيتي داريل غحا هوك عندامري داريل غحا كيني مسبتها ميكروفون ويبد فايهانا مناي ورار حالياني وعدي صلاة قبك لينمي وعندامري داريل ينهيا ذكر لارو كينيني تمنى هي انكاد. طيب توعدي سنة دانيمي دونغول فايهانا ما ابن عباسا يلي فرموثي صلاة قبك لين لارو كينيني ذكر فايها كينيه جهرا متوسطا فنهتا فايه ومن فايهانا مهناي إلا بوان إن هنا ما تكلف الدنيا سني ينم اللي أجد قال به سني يا بمر إزعاج اللي سني تنين لا إيان سنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إيان تن وقد ثبت في الصحيحين أدي ابن حديث لي بخاري كمسلم التميمي ابن عباس إيما أن رفع الصوت بالذكر ذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة سنم فردي صلاتك مسلمين قبل تحت وعد ذكر الدنقل فيها نما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ما يتميته النية نبي شريعة قبل يلاك كيه وقت للي أسوك باكينه كاي قريل باكينه نمي أو أي سنم فاية ما هيت بل لنكي نادون قلو فاية هيت كي كو وقتانا نحاق يتايا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عباس يما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت صلاتك قبك لين من الله روك نمي ذكري بعد الفريضة أبانه إن ذكري فيهانا ملاذو كيني صلاتك يعينم. تو عدي دعوة تنتني هي ينكادو. ذكر فيهانا دعتا. ذكر بانان فدينتا. أبان ذكر فيهانا معه هي وعدي. عليه ونتك كودري إتلي يبدين تب تماتي. إلا بمبارو تنهي. ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي. ذيك أنا ما كأيان وكي. يكعمر أكيني مو فدينتا. كل نم إسهية. أتون تاهون سني أنا هنا وعدي تتي أنجليني مي وهم كتامهن لكن إتتو كتانم إن كدا إيانا ما مشروع حكمتنا تو فردين تمهننا بل كل واحد يذكر بنفسه أمانهم إسيها باشتا دون مراعاة لصوت غيره غير مريه دونغلو سبحان الله تنيننا الحمد لله تنين كان كحسايتا سبحان الله كفرعت أن يوك إتلي سبحان الله يانا يا يعني مهن يا مصادفة هتسين كوبا هنتك فريم ما يا أتو إيش إنتا كل هي نمشي يا غير نمشي يا ون لبا وعدي ون لبا أنا فدين تما لأن الذكر الجماعي جماعتها من ذكري يك عمرة كي يمر أو إن كدا إتل هي أنا ما باهانا بحسانا ما أسباما أسبام شريعة الممد عليه بدعك كيان بدعك كيان ما هاي دين ترميد اللسني لا أصل لها في الشريعة في الشرع المطهر سيتنيه أن شرعتي ترميد اللسني مكي بالعين نبي كراعي ويتهتني نبي الصحابة أبي ويتهتني يلي يلي لدى يو أرحوه ينم نتمعيه تني عدى ليه تنرحوك أو نبارو الأبانهين اللي سوكين ندلين اللي سوكتين نبارو لبق سوكين أرحوك يكا عيني مي مفردين تا توعدي يبتي مناسبته يميتكو دي ردي أبنكها ونهتني منبلا الحمد لله منبلا بس
أذكري أبانم فدين تام ناديك أبنا ما بنا أنا ما يكسيسي وهو كمدل كادو فيها أنا معي بهن نا تيسم فيها أنا ما أو أي صلاتك صلاة جحيس يعني هنا وعدي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا أنا مدون قلو ننو كل نميسك ما بين نجيري مرك يا أب بهن أو إنه بس إنه ما يفيها أنا أي سكرة سنة تنمي كوك دعو لي كوكو بي أتوسو بي الله يتنا لبانا ما تو قمد المحابة هزكر قبك الوقت ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد تاسي دي حمر أي سلطة بدوبك بنمو جماعة تبمر إمام لي تاسي دي حمر إنكه مشروع اكتلمي آية الكرسي يكرينمي قرآنك أعظم آية في القرآن يلي قرآنك إنكه الدن باية يلي نبكك إيهن آية الكرسي يكرينمي هاي ذكرنا هذا نقوله فيها أنا من نا تيسم آية الكرسي أخري وسر تبعنا ماي آية الكرسي أخري وعدي مشروع اقتنيه تيسمي سر تبعنا ماي فيا نقوله ده هو أنا ما ثم يقرأ كل منهم كاد تسدي حمر كل مري أبا ما دفينا المسجد لبو جت جد كبو كاد أخري نم آية الكرسي جمدلو قل هو الله أحد سورة الإخلاص أخري وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق يا أخي سورة الناس قل أعوذ برب الناس يا أخي أسدي حسرة يا أخي وكذلك المشروع سر تبان مكاد فيدون قلها أنا مهنا يا سنة تنمي أسدي حسرة آية الكرسي اللي يخرين وعدي سر تبان وبعد المغرب والفجر تو دعاء ذكرنا بعد المغرب كيف بعد الفجر مغرب صلاته إلا حبو كيف سبح صلاته كمدلو لك لا قل هو الله كي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس احتك مشروع اقتنمي ثلاث مرات سيدي حد اخرينمي وهو الافضل لصحتي صحه لحديثي اللي متيقدك افضل اهتنم سيدي حد اخرينمي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحابته واتباعه باحسان الى يوم الدين يانك حسيني من قد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.